مرحبا بكم. قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي للقدس إن الهدف الأساس من الجولة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية هو استكمال للجهد الذي بذلته القيادة الفلسطينية بشخص الرئيس في التواصل مع دول العالم المختلفة من أجل ثلاث قضايا أساسية هي اعتراف الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية وتأكيد الدول التي اعترفت بدعمها لفلسطين ودعم الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى الأمم المتحدة. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستفرض عقوبات من جانبها على سوريا رغم فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني قرار كان سيلمح لإجراءات دولية ضد دمشق في المستقبل وأن الناس في سوريا ليسوا مضطرين إلى تحمل نظام مستبد بلا رحمة وبلا حياء ويقصف شعبه من البحر والجو. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي ينفي شائعات تحدثت عن تقديم الجيش مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وقال إن هذه شائعات لا ينبغي التوقف عندها ولا يجب استهلاك الوقت في الحديث عنها وأن الجيش لن يترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد به من قبل تجاه الشعب وليس للمجلس العسكري مصلحة في الاستمرار لفترة طويلة. خطى الفلسطينيون خطوة مهمة نحو الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الشديدة عندما صوت المجلس التنفيذي لليونسكو أمس لمصلحتهم بغالبية 40 صوتا من أصل 58 دولة ومعارضة 4 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا ولاتفيا وامتناع 14 عن التصويت بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. ومن المقرر أن يرفع المجلس التنفيذي توصية إلى المؤتمر العام لليونسكو نهاية الشهر الجاري للتصويت عليها. في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل من الفلسطينيين الاعتراف بيهوديتها كشرط لبدء المفاوضات سمحت محكمة إسرائيلية بقبول دعوى أديب إسرائيلي مشهور بإزالة وصف قوميته باليهودي من خانة الهوية الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في الجهازين القضائي والسياسي ولقي القرار إدانة واسعة من الأوساط اليمينية وترحيبا حذرا من بعض الأوساط الليبرالية وشكل ضربة لفكرة يهودية الدولة والقومية التي تقوم عليها إسرائيل. اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين قبر يوسف في مدينة نابلس فجر اليوم بحماية قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي الذي فرض إغلاقا تاما على الأحياء الشرقية من المدينة والمتاخمة لمنطقة القبر. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت اليوم 10 أشخاص من سكان قرية طوبة زنجرية يشتبه في تورطهم في أعمال الشغب التي أعقبت إحراق المسجد على يد جماعات يهودية متطرفة وكانت الشرطة قد اعتقلت 16 آخرين مساء أمس. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com.